يا رجال ما عليك منهم، ساكن بالبواجي. هقول ساكن بها يا ولد، خلك رجال. ايه كذا لازم تتغير البواجي، لازم يتغير الفلتر. اخيرا تنفست على سلم الطائرة، بكيت غصبا بكيت على محبيني قلبي عندما ودعوني. الله الله، على سلم الطائرة. هلا اطلع اطلع، وصلك على طريقي. اطلع، البقالة قريبة، قلت تريض شوي بدل التعب المزيونة. وش هذه الريحة؟ أنا باخ كولونيا كازانوفا الأصلي. أقول ريحة خياسة تقولي كازانوفا، وعشانك متعود على الكازانوفا ما شميتها. خذ شم، يمكن تلاحظ. وش دايع مبحريس، من وين طلعت هذي؟ طبعا ما تعرف فلتر المكيف. بذمتك، بالله بذمتك، متاخر مره وديتها صيانه، ولا مدرع بهذا البناشر انت وجهك. الله يديك يا عم ابو حريص، هذه الحديده، هذه كامري، هذه تويوتا، بس عبها بنزين وغيرها زيت وامسك الخط. اقول قم، خلنا نفك الكبوت. طلع فلتر الهواء. ها؟ وش فلتر؟ وين هذا يا عم ابو حريص؟ تعرف وش ذا؟ ها؟ ايه هذا شفاط. لا 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 لا، ترمبة. لا لا، كومبروسر. شف يا عم ابو حريص، قسما بالله اني شفته قبل كذا. اقول هذا فلتر الهواء، فلتر ابو بليسك. تدريني المزيونه، والله انه كابس على انفاسي، فين وفين لمن يوديني الصيانه. حاسه بضيقه وكتمه، تتوقع يجيني ويتعوذ بالله يا الحديده، هذا البلا ما يجي الا للوادم. الله يهديه خبيص. بس مو داري عن سيارتك، ما تهمك صحتك، لازم تنظف فلتر الهواء او تغيره، لان السياره تحتاج تتنفس هواء نظيف. وش تتنفس؟ هي مثلنا تتنفس يا عم بحريص. الفلتر الوسخ ما يدخل هواء كافي للمكينه، وذا ياثر على عزم سيارتك وتسارعها. افا، ولو كان في تلف بالفلتر او كان تقليد، ممكن تتسرب منه الاوساخ وتسبب بتلف المكينه. هاي الحديده، طمنيني عليك. هاي المزيونة، أخيرا اتنفست. تقولي ده نفكس تيوتا، حافظ عليها بصيانة بلدها. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتسجلون لايك وسووا شير عشان الكل يستفيد معنا.